سمعت الشيخ ممكن تقول لي الصيغه بتاعت التشهد ده؟ السلام على النبي ولا ايها النبي؟ السلام على النبي اليوم بعد وفاه الرسول، هكذا قال اصحاب الرسول علمهم ان يقولوا في قيد حياته السلام عليك ايها النبي. قال عبد الله بن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي. فنحن لامر ما يظهر لك هذا الأمر أو شيء من هذا الأمر في هذا المثال نسمي أنفسنا بالسلفيين، أي أتباع السلف. لماذا؟ لأنهم يعرفون أمور الشرعية أكثر منا. وكما قلت آنفا من قولي عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهم عاشوا مع الرسول عليه السلام وخالطوه وسمعوا منه مباشرة، فهم أدرى بما قال لهم منا. فلما علمهم التشهد أن يقولوا في التحيات السلام عليك أيها النبي، قالت الصحابة في التشهد السلام على النبي. والرسول بين ظهرانيهم في مسجده أو في مسجد آخر يصلي كل منهم يقول السلام عليك أيها النبي. لما مات تغير هذا الحكم فأخذوا يقولون السلام على النبي، فنحن تبعا لهم نقول السلام على النبي. وفي هذا حكمة بالغة بحسب مادة الاستغاثة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم الذين يستغيثون بالأنبياء والأولياء والصالحين، وهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للطلاق كيف حالك شيخ؟ وانت نية الطلاق؟ أهلا مرحبا. كيف نية الطلاق؟ ما فرطش بيها لسه، مش مدخول بيها شيء. عاقد فقط، عاقد فقط، انا مش داخل بيها يعني، عاقد فقط. معلش يا اخي عفوا. نعم يا اخي، اللي انا بيزرها من جبل حسين هم ما يحقق شيء، هم المهم ان العقد لا يزال معقودا كما عقدته، لكننا ننصحك ألا تقول مرة أخرى مثل هذه الكلمة، لأنها إذا وصلت إلى بعض المشايخ فرقوا بينك وبين